النهارده امبارح اظن المغرب وقفت اتفاقيه التجاره الحره مع تركيا. المغرب؟ المغرب امبارح؟ امبارح. احنا كحزب ده خبر حضرتك بتقول معلومه. معلومه وصلتني. وصلت لحضرتك. احنا كحزب مؤتمر اعلنا ان احنا هنبحث داخل البرلمان، بنقدم مذكره للبرلمان يبحث طبعا، والتفاصيل كلها طبعا هتبقى ناحيه الغرف التجاريه والسياحه والحاجات دي. يبحث التجاره الحره، اتفاقيات التجاره الحره مع تركيا. ايوه. وازاي ان احنا نبحث ازاي ان احنا نوقف بعض الامور اذا كان ممكن، او نوقفها كلها اذا كان ممكن. ده كله يرجع لبحث ذوي ال لو انا لغيت في حاجه يعني لغيت، بالنسبه لي انا كرجل سياسي وشعبي اقولها طبعا الغي. احنا في الناحيه الشعبيه عملنا الحمله ودشناها النهارده على مستوى الجمهوريه، مقاطعه البضائع التركيه. لا، غير مقاطعه البضائع يا فندم. انا الغي الاتفاقيه دي، في مشكله، اي مشكله قانونيه علي؟ بالنسبه لي انا مش شايف، انما القانونيين عليهم يبحثوا. يعني هي محتاجه البرلمان هو اللي يقول. ما حضرتك بتقول المغرب لغت. المغرب لغت، اكيد المغرب لما لغت البرلمان بتاعها اجتمع. البرلمان هو اللي يعمل ده اكيد. ده دور البرلمان، دور البرلمان ودور الغرف التجاريه. لانه الراي العام مش سعيد بصراحه، يعني الناس مش سعيده ان يبقى في علاقات حتى تجاريه مع تركيا. انا شايف ان احنا نبدا، انما نفضل واقفين نتفرج، انا مش شايف ان ده كلام سليم. اتحركتوا ازاي كحزب مؤتمر النهارده؟ اتحركنا على مستوى القواعد كلها في المحافظات، يبداوا من النهارده وضع خطط مع الجامعات الاهليه، مع الشباب، مع النوادي، يبتدوا يخلوا الناس تقاطع المنتجات التركيه. في حاجه اكتر من كده. ايوه. تشجيع التصدير، وده احمد بيه اللي كان نفسنا فيها. الحمد لله انا كنتش اعرف ان احمد بيه موجود، احمد بيه شيحه، انه ان انا كان لي علاقه بناس في ليبيا من المسؤولين، وزير الخارجيه كان معانا هنا، واحد برضو نواب البرلمان الادريس كان بيتكلم على ان البضاعه التركيه بتغزو ليبيا. طب ليه دي ما تجيش بدل دي؟ ومصر يعطوا التسهيلات كدوله كحكومه لاعضاء الغرف والمصدرين على انهم ما يبقاش عندهم اي نوع من العقبات في تصدير هذه السلع من مصر الى ليبيا، اللي بتتعدى يعني على ما اعتقد 2 مليار تقريبا دولار كسلع. طيب هروح لنصر، نمنع من هنا ونقدر نودي من هنا. هروح لنصر بيه، والله احنا السوق